النفس مشكلة. أكثر الناس لا يهتم بنفسه، يهتم بمظهره، يهتم بثيابه، بشكله، وربما يحرص أشد الحرص على بعض الحركات التي هي من الدين أو بعض الهيئات التي هي من الدين، ولكنه يغفل عن نفسه. ومرد الأمر إلى النفس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. القضية نفس. ولهذا لما أقسم الرب عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى تلك الأقسام، قال الرب عز وجل: ونفس وما سواها. يقسم الرب بالنفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان نفسه ملهمة للفجور وملهمة للتقوى. طيب الحل: قد أفلح من زكاها. كل الأقسام السابقة لهذه القضية يقسم الرب أقساما متتالية، أنه قد أفلح من زكى نفسه، طهر نفسه، ربى نفسه. المشكلة أننا أحيانا نهتم بالمظاهر وننسى تلك النفس. والقلب مهم في الشريعة وهو غير ظاهر. أعمال القلب أحيانا ما تظهر. كم من الناس من يتظاهر بأنه خاشع ويضع يده على صدره، وإن رأيته لتقولن أنه الخاشع البكاء. ولو رأيت إلى داخل قلبه ربما يتجول بالدنيا، وربما لا يعلم ماذا يقرأ الإمام أصلا، وربما هو أبعد الناس عن الخشوع بالصلاة، وإن رأيت مظهره ربما يتباكى ويتظاهر بالبكاء. مشكلة. ولهذا الرب عز وجل يقول أن من النفوس من هي أمارة بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كيف نصل بنفوسنا ونربيها إلى أن تصل إلى النفس المطمئنة؟ قد تمر بمراحل، تصل إلى مرحلة اللوامة، تلوم نفسها. حتى المطمئن أحيانا لوامة، لأن كل بني آدم خطاء. ما في إنسان يصل إلى مرتبة النفس المطمئنة الخالصة التي لا تعصي ولا تذنب. ما في. كل إنسان لابد له أن يذنب ويخطئ ويلوم نفسه ويعنفها ويندم، فهي مراحل يمر بها الإنسان. لكن إذا خرجت الروح، إما أن تخرج كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض، مع أنه يضع أغلى أنواع الكلونيا والعطورات، وربما كل الأطياب الغالية إذا مر عندك رأيت الرائحة الطيبة، فإذا مات تخرج روحه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض. الروح. ومنهم من تجده أشعث، أغبر، فقير، مسكين، لا يملك ثيابا جميلة، لكنه إذا مات كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. ما الفرق؟ إنها النفس. هنا طهرت وهناك خبثت. انظر إلى بعض الصالحين كيف ربى نفسه ووصل إلى تلك المراتب العالية. بشر الحافي، سمعتم ببشر الحافي؟ رجل من الصالحين، قيل أنه كان في الطريق وهو رجل غافل، مر في الطريق فوقع ونظر إلى ورقة على الأرض مكتوب عليها كلمة الله، لفظ الجلالة، فأخذها، وجد اسم الله على الورقة في الأرض ملقاة، فنظفها وذهب إلى البيت وطيبها. كلمة، طيب الكلمة، ورقة وهو رجل غافل. فإذا به يرى في المنام أن الله عز وجل يقول له: كما طيبت اسمنا لنطيبن اسمك وذكرك في الدنيا. فزع الرجل: ما الذي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ هذا رجل غافل لكنه طيب اسم الله. فإذا به يكون من أكثر الصالحين الورعين في زمانه. حتى الإمام أحمد بن حنبل كان يعجب من ورعه، إمام أهل السنة، يتعجب من بشر وأسرة بشر الحافي كيف كانوا في الورع والقمة في العبادة. كل شيء مشتبه فيه تركوه خوف الوقوع في الحرام. توفي بشر وتوفي الإمام أحمد، وبعد سنين رأى أحد العلماء الإمام أحمد بن حنبل في المنام، والمنام قد يصدق وقد لا يصدق، فرأى الإمام أحمد، قال: ماذا صنع الله بك يا إمام؟ قال: غفر الله لي وأدخلني الجنة. قال: وبشر؟ ماذا صنع الله ببشر؟ قال: ذاك رجل
قال بخن بخن. الإمام أحمد يتكلم عن بشر، قال بخن بخن يعني شيء عظيم بشر. قال ماذا صنع الله به؟ قال هو بين يدي الجليل جل وعلا يأكل ويشرب، ويقول الله له كل يا من لم يأكل في الدنيا، واشرب يا من لم يشرب في الدنيا. الإمام أحمد يغبطه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لا يظن الواحد معنى حديث إن الواحد يكون رائحة نتنة زين، لا، الطيب من الدين، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وإن أحدنا يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، وذاك ليس بالكبر وهذا من الدين. لكن الأفضل من هذا أن يطيب الإنسان باطنه ويطيب نفسه. من المشكلة؟ المشكلة أن يتظاهر الإنسان بالصلاح ويتظاهر بتطبيق السنن، وتجده ما شاء الله على في صلاته قدمه ويده، وهذا طيب، صلوا كما رأيتموني أصلي، وإصبعه يسأل كيف حلق النبي بين أصابعه وكيف أشار بأصبعه وأين وضع يده على صدره بالملي، وهذا ممتاز. لكنه نسي أنه لن يفلح إنسان يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. تجده عاق لوالده، تجده قاطعا لرحمه، تجده يكذب بلسانه، ربما أحيانا إذا خلى بمحارم الله انتهكها، يطلق بصره يمنة ويسرح، إن ائتمنته بمال لا يؤدي أمانته. رجل إذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. إنسان ربما لوحده لا يفعل شيئا من الواجبات، لكنه أمام الناس ملتزم بالسنة بحذافيرها، هذا في شك في إخلاصه. صح الإنسان يذنب ويخطئ، وأحيانا يختلي بالمعصية ويرتكبها، لكن أن تكون حاله هكذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني هذا هو الشرط، كلما خلا بالمعصية فعلها. واسمعوا لسفيان الثوري أحد العلماء أحد العباد، لكنه يقولون عنه إذا دخل المقبرة تقنع يغطي وجهه عشان لا يعرف أحد، يقول ونحن نعرفه، يتقنع ويمشي بين المقابر ويبكي، تدمع عيناه ويبكي، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قلوا صفت نفوس زكت، هذه التي نريد هذه الأيام، لا نريد إنسان نريد باطلا وظاهرا، نريد إنسان ملتزم بالسنة لكن قلبه أيضا على السنة. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان أصحابه؟ سفيان الثوري ما أكملنا قصته، يقول أحد الصالحين يقول دخلت عليه وهو في صحن الدار، في مثل الفناء مثل الحوش، في صحن الدار يقرأ آية ويبكي، يردد آية ويبكي رحمه الله. شوف الاستشعار، شوف النفس الزكية، شوف القلب الطاهر. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول سمعته يردد الآية ويبكي وهو يقول بلى يا رب، بلى يا رب، أي تسمع سرنا ونجوانا. شوف القلب الحي، شوف النفس الطاهرة، النفس الطاهرة التي لا تحمل غلا ولا غشا على أحد من المسلمين. إذا رأى مسلما على فعل يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب غلل الصواب، إذا سمع من أخيه كلمة تحتمل فإنه يبحث عن أحسن احتمال فيغلبها، أكيد يقصد كذا، ولا بد أنه قصد كذا، يحملها على أحسن المحامل. ليش؟ نفس زكية، قلب طاهر، لكن القلب المريض والعياذ بالله يتتبع العثرات أصلا ويبحث لك عن الزلات، كلامك لا يحتمل لكن يبحث له عن أي سوء الظن. قلوب مريضة لكن قلوب أهل الإيمان. والذين جاءوا من بعدهم، بعد المهاجرين والأنصار، بعد الصحابة، ماذا يقول الله فيهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه وأن اختلف معهم،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قلب طاهر، نفس زكية، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلبي غل، يدعو ربه أن لا يجعل في صدره ولا في قلبه غل على إخوانه المسلمين. نفس زكية، قلب طاهر، هذه التي نريد هذه الأيام. لا نريد ناس ربما يدعي أنه الداعي إلى الله أو المصلح الأوحد أو العالم الفريد في عصره، وربما يزعم بأنه لا ملتزم سواه في هذا الحي، لكن قلبه مليء بالحسد والغل والحقد، والرحمة بين المسلمين مفقودة في هذا الزمن إلا من رحم ربي. تعرف من المؤمن؟ تبي تعرف المؤمن؟ يقول عليه الصلاة والسلام من علامات أهل الإيمان، قال المؤمن إلف مألوف. يا الله، المؤمن مع أهل الإيمان يحب بسرعة. المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. القلب القاسي، النفس القاسية، النفس المريضة، هذا ما في خير. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن هين لين، المؤمن بشوش. حب الأعمال إلى الله ما هي؟ سرور تدخله على قلب أخيك. هكذا المؤمن، ابحث عن نفسك، فكر، فتش، انظر للصالحين. هذا مالك بن دينار رحمه الله، تعرفون قصة توبة مالك؟ مالك بن دينار رحمه الله يوم من الأيام وضع يده على خده، أو خده على يده، وكان في وسط البحر، رآه بعض أصحابه بعد صلاة العشاء وضع خده على يده وأخذ يتفكر وتدمع عيناه. أذن الفجر فوجدوه على نفس الحال، قالوا يا أبا عبد الله، أما زلت على تلك الحال، نفس الحال من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر؟ قال نعم. هو ما انتبه. قالوا ماذا كنت تصنع؟ قال كنت أتفكر في الخلائق وموقفها بين يدي العزيز. من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ترى قلوب طاهرة، نفوس زكية. ترى لا تظن أنهم بلغوا ما بلغوا بكثرة العمل، لا، بلغوا بشيء وقر في القلب، النفس هي التي زكت. ولهذا أبو بكر لا تظن أنه أكثر من غيره في العمل، ربما يفوقه غيره في بعض الأعمال، لكن أبا بكر خير الأمة. ليش؟ شيء وقر في صدره في قلبه، صدقه العمل فبلغ المنزلة. هذه التي نريد اليوم، نريد أناس متواضعين، أناس الواحد فيهم أذلة على المؤمنين، كما قال الله عز وجل. سمعت ببكر بن عبد الله المزني؟ بكر بن عبد الله المزني رجل صالح من التابعين. بكر بن عبد الله المزني كان على عرفة، وكان الناس في عرفة بين داع وباك ومستغفر، تخيل شكل الناس الآن في عرفة، كل الناس في خشوع وذل، وهو يمكن أعبد الناس في زمنه. تعرف ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله، لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. المشكلة أنني موجود بينهم. شوف التواضع، شوف النفس الطاهرة، مهما عبد الله فإنه يتواضع. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لا تقل أنا أصلي وأنا حججت 5 مرات وأنا اعتمرت 20 مرة، خير إن شاء الله، هل تضمن أن الله قبل منك عملا واحدا؟ ما تضمن. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لو علمت أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت. هذا زين العابدين. تعرف ليش سمي بزين العابدين؟ ما اسمه؟ علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب. شفت الأسماء؟ علي أبوه من؟ سيد شباب أهل الجنة، القتيل الشهيد. وجده من؟ علي بن أبي طالب، الرجل الذي أحبه الله ورسوله. شوف من أبوه ومن جده. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هذا الرجل كان من أعبد التابعين، من سادات التابعين. كان رضي الله عنه إذا توضأ أصفر لونه، ونحن قبل الصلاة نضحك. كان إذا توضأ أصفر لونه. قيل ولما؟ ما بالك؟ قال تدرون بين يدي من أقف؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة الصديقة رضي الله عنها ظنت أن قلوبهم وجلة خائفة لأنهم زنوا، لأنهم شربوا الخمر، ظنت هذا الظن من فهم الآية. قالت: يا رسول الله، هم الزنات؟ هم أهل الخمور؟ هم أهل المعاصي الكبائر يعني الذين يخافون من لقاء الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون يصومون ويتصدقون ويخشون أن لا يتقبل الله منهم. قلوب نظيفة طاهرة، نفوس زكية، يا الله على كثرة عبادتها متواضعة لله عز وجل. زين العابدين قبل الحج قيل له: لبي قبل أن تحج، تقول لبيك اللهم حجا، بداية الحج تدخل في النسك. قالوا له: لبي، سكت. قال أصحابه: لبي، سكت. قالوا: لبي رحمك الله. قال: أخاف. قالوا: مما تخاف؟ قال: أخاف أن أقول لبيك اللهم فيقال: لا لبيك ولا سعديك، أخاف أن ترد على وجهي. صعب، صعب. الناس الذين الآن يأتون الكبائر ضامن أنهم من أهل الفردوس الأعلى، يمكن يطوف الصلوات الفرائض ومع هذا واثق من القبول، وأولئك يخافون في العبادات. يا الله، يقولون: فلبى فأغمي عليه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا الأهل العبادة. إن عذاب ربهم غير مأمون. أخي الحبيب، رب النفس، عود النفس. النفس كالطفل، علماء النفس يقولون: النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس إذا ربيتها على الصلاة صلت، إذا عودتها على الأغاني غنت، إذا حببتها للقرآن أحبت، إن عودتها على الأفلام والسينمات والمسلسلات والجنس تعودت. هذه النفس ألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب، وقد خاب من دساها. يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز، تسمعون بعمر، قصته تاريخه شيء عجيب، سيرته غريبة، أغرب من الغريب. لو تجعل في برنامج تلفزيوني كيف عاش عمر بن عبد العزيز، أتوقع أن كثير من الناس ربما يسلم لسيرته. أي إنسان هذا؟ هو من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نفس الذرية، ذرية بعضها من بعض. عمر من عمر، عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد، يملك ويحكم أكبر دولة في ذلك الزمان، دولة عندها ملايين وخير، دولة عظيمة كل الأمم تخشاها. يدخل يوم من الأيام الرجل الأول، يدخل إلى زوجته فاطمة بنت عبد الملك، يقول لها: يا فاطمة، عندك درهم؟ فتشت فلم تجد في البيت درهم، ما وجدت درهما في البيت، ليس دينارا، درهما أقل من الدينار ما وجدت. قالت: وما حاجتك؟ قال خليفة المسلمين، قال أمير المؤمنين، قال الخليفة، قال: أردت الدرهم لأنني اشتهيت عنبا، اشتهيت عنب، فاشتهيت أن أكل عنبا ما عندي. قالت: وما عندك درهم تشتري به عنبا؟ قال: والله ما عندي يا فاطمة. قالت: أنت أمير المؤمنين وما عندك درهم تشتري عنبا؟ قال: ذلك أهون من معالجة الأغلال في النار يوم القيامة. يعني ينقص وتنقص دنياي ولا أنازع الأغلال يوم القيامة. رأيت إلى الفهم كيف رب عمر بن عبد العزيز نفسه. مولى في بيت عمر بن عبد العزيز مل، مل الحياة هذه، الخادم مل. فقال لسيدته يوما، قال: يا مولاتي، مللنا هذا الطعام، كل يوم عدس، كل يوم عدس، مللنا، يعني عطونا شيء، حنا قلنا خدم لكن نبي شيء ناكل، ما كل يوم عدس، كل يوم عدس. فقالت سيدته، قالت: هذا طعام أمير المؤمنين، ترى مو طعامك هذا فقط،
هذا فقط، هذا أيضا طعام أمير المؤمنين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بعض الناس يستأنس بهذا الكلام وهذه الأحاديث، يقول خلاص الحمد لله لا نشتغل ولا نعمل، نجلس ننتظر الناس تطعمنا لا هذا غير صحيح. هذه حجة الكسالى. عمر كان يعمل من صباحه إلى ليله وما عنده يوم إجازة، هذا عمر بن عبد العزيز عمل في خدمة أمته لكن ما كان يأخذ أكثر من حاجته، هذا عمر بن عبد العزيز. وأبو بكر كان تاجرا وكذلك عمر، وعثمان معروف، وعلي كان يعمل بكسب يده، بل أنبياء الله كداود عليه السلام وسليمان أن يعمل سابغات وقدر في السرد، كان يعمل دروع ويضع المسامير فيها ويبيع. داود يبيع، نعم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كان يتعبد في النهار يعمل. أين النفس التي تتربى على طاعة الله؟ نحتاج هذه الأيام إلى إيمانيات مرة ثانية، خاصة نحن في هذه البلاد، بلاد الغرب، حياة المادة فقط. نحتاج إلى جلسات روحانية، نحتاج إلى قيام ليل، يصلي الإنسان بعض الليل، يحتاج الواحد إلى فطور، يتواعد مع إخوانه، إيش رأيكم يا إخوان نصوم الأثنين، كل واحد يأتي بطعامه، نجلس في بيت الله نفطر، نصوم الخميس ونفطر مع بعضنا، أو من فطر صائما فله مثل أجره. أنا أدعوكم نصوم الخميس وعلي أنا الفطور، ولك مثل الأجر يا عبد الله. فرصة نتعاون في هذه البلاد على الصيام، على القيام، على الطاعة، على الذكر. أين رياض الجنة؟ أين رياض الجنة؟ شفت الآن الروعة في هذا المجلس، لما لا نجعلها كل أسبوع في حينا؟ نجمع أهل الإيمان وأهل الإسلام في مسجدنا في حينا، نجلس نذكر الله والملائكة تحفنا، ويقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نحتاج لمثل هذه المجالس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الاثنين إلى الجمعة عمل وعمل 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 وعمل، من الصباح إلى المساء عمل وعمل وعمل وعمل. أحيانا يتعب الإنسان، النفس تتعب، تحتاج إلى جرعات إيمانية، تحتاج إلى شحنات، تحتاج إلى غذاء الروح، غذاء الروح والنفس القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظر إليهم، هذا الإمام أبو حنيفة لما قال له صبي اتق الله أغمي عليه، وهذا سفيان الثوري إذا ذكر بالآخرة بال دما، وهذا مالك بن دينار قرأ أحدهم إذا زلزلت في مجلسه فظل يبكي كالصبي طوال المجلس، وهذا آخر لما انطفأ السراج ابتلت لحيته دموعا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. النفوس تصفو وتجلو النفوس بالذكر، بالطاعة، بالعبادة. سفيان الثوري يوم من الأيام صلى المغرب في الحرم، تعرفون الحرم المكي، صحن الحرم، أفضل بقعة في الأرض، من لم يزرها أسأل الله أن يزورها مرات ومرات، أفضل بقعة على وجه الأرض، من دخلها كأنه يستشعر رائحة الجنة ويرى كأنه في أرض ليست أرضنا، ليست أرضنا. سفيان الثوري صلى المغرب في الحرم، بعد المغرب الناس تصلي السنن نوافل، وقت مفتوح مطلق. يقول صاحبه صلى المغرب ثم بعد صلاة المغرب صلى السنة، يقول فصلى السنة فسجد في النافلة، يقول فأطال السجود، يقول فلم يرفع رأسه من السجود حتى أذان العشاء.
يتلذذ بسجوده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يتلذذ بسجوده من المغرب إلى أذان العشاء وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء. المؤمن لا يرتاح ولا يتلذذ إلا بطاعته لربه عز وجل. نحتاج جلسات إيمانية، جرعات. التائبون العابدون، العابدون الحامدون السائحون. قيل في أحد تفاسير السائحون الصائمون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. أين هم؟ ليس فقط بأنفسهم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أين الذين يتفقون على طاعة؟ مجلس ذكر، على عبادة، زيارة مقبرة، على طاعة، صيام ونفطر مع بعضنا، على طاعة، دعوة إلى الله، عيادة مريض. سئل أبو بكر، بل سأل النبي الصحابة، من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أجابهم؟ أبو بكر رضي الله عنه. تقول لي رياء؟ أقول لك لا، واجب الجواب الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، واجب من عمل هذا العمل يجيب. من أصبح منكم اليوم صائما؟ أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أنا يا رسول الله، وتوى في الصباح. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. وأظن لو أن النبي استرسل لقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعت في عبد مؤمن في يوم إلا دخل الجنة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. لا تظن العبادة فقط سجود وركوع، لا، العبادة أوسع. عود النفس من العبادة ابتسامة، من العبادة أفشي السلام بينكم، من العبادة إماطة الأذى عن الطريق، من العبادة عيادة مريض، من العبادة إحسان إلى الجار. اسمع لعمر يقول يوم من الأيام رأيت أبا بكر يخرج بعد الفجر إلى مكان لا أعرفه. كل يوم يطلع أبو بكر يصلي الفجر يطلع، وين يروح أبو بكر؟ يقول فتبعته فوجدته يدخل بيتا في ناحية المدينة، بيت قديم بعيد، والخليفة هو أبو بكر. كل يوم يدخل هذا البيت، بعد فترة يطلع. ما قصة أبي بكر؟ ولما عمر يتبعه؟ عمر يتبعه لأنه ينافس أبا بكر في العبادة. هذان الشيخان يتنافسان في طاعة الله، من يسبق؟ وإذا بعمر يدخل هذا البيت في الصباح، يطرق الباب فإذا بامرأة عجوز، يستأذن عمر فيدخل، فإذا بامرأة عجوز حسيرة كسيرة على الأرض جالسة مشلولة مسكينة كبيرة بالسن، فسلم عليها عمر فردت السلام. قال يا أمه أسألك بالله الرجل الذي يأتيك كل يوم بعد الفجر ماذا يصنع؟ في واحد يدخل عليك كل يوم، إيش يسوي؟ قالت له يأتينا كل يوم فيكنس بيتنا ويغسل ثيابنا ويصنع طعامنا. قال أتعرفين من هو يا أمه؟ قالت والله لا أعرفه، خليفة. قالت والله لا أعرفه. فجثى عمر وهو يبكي. أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك يا أبا بكر. رب النفس أبو بكر، لا تأنف، لا ترفع نفسك، صرت الخليفة. وشن يعني، شن يعني صرت الخليفة؟ قالت الجواري، كانت هناك بنات صغار ما يستطعن حلب الشياه والغنم، ما يستطعن، بنات صغار وعندهم غنم يعيل الأسر. فكان أبو بكر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلب لهن، يتنزل وهو عمره 60 سنة يحلب لهن الشياه. فلما صار الخليفة قلنا الآن لا يحلب لكم، خلاص الآن صار الخليفة، وين وين؟ قال لا والله أحلب لكن وأنا الخليفة. وكان كل يوم يحلب للجواري شياههن. هذا أبو بكر.
نفوس تربت، نفوس زكت. اليوم الواحد صلى ركعتين ظن أنه بلغ المنزلة، الواحد فينا حفظ لآيتين قال أنا عالم زمان، حضر لدورة شرعية يفتي في كل المسائل. هون هون من شأنك قليلا. مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، الإمام مالك، من لا يعرف الإمام مالك؟ صاحب المذهب، رجل من مثله في زمنه، علم وعمل وورع وتقوى، من مثله في العلم؟ لا يفتوى مالك في المدينة. جاءه رجل من بعيد مسافر، جاءه رجل مسافر من بعيد قد جاء بأسئلة القوم مجمعين أسئلة ما يجيب عليها إلا الإمام مالك. فوصل إلى المدينة وجلس عند الإمام مالك، قال جئتك من تلك البلاد من قوم كذا وكذا، جمعت أسئلة القوم لتجيب عليها، لتجيب عليها. فسأل، كلما سأل سؤالا قال الإمام مالك لا أدري، وكلما سأل قال الإمام في الأسئلة التي لا يعلمها لا أدري. قال وماذا أقول لقومي؟ الناس ناطرينك الحين. قال وماذا أقول لقومي؟ قال ارجع إلى قومك فقل لهم سألت الإمام مالك فقال لا أدري. خلك صريح، لا تظن أن قولك لا أدري ينقص من شأنك، تواضع تواضع ولا تقف ما ليس لك به علم. قيل لعطاء بن أبي رباح تابعي جليل من أعلم التابعين من سادات التابعين من الفقهاء السبعة، عطاء من شيخه ابن عباس، قيل لعطاء بن رباح وقد سئل عن مسألة لا يعلمها، قيل له قال ما أعلم، قالوا وما رأيك؟ أطن رأيك أنت. قال أستحي أن يدان في الأرض برأيي، عيب أن الناس تدين بدين برأيي أنا، ومن أنا؟ أذلة على المؤمنين. واليوم بعض الناس ربما حضر لدورة ودورتين أو التزم فترة من الزمن يفتي في مسائل والله لو اجتمع الصحابة ربما لا توقفوا فيها. بل أذكر وأنا كنت أدرس بعض طلبة بعض الشباب بعض الدروس الفقهية، فكنت أسألهم أسئلة يجيبون كلهم، أقول لهم هذا السؤال سئل الإمام أو الشيخ بن عثيمين رحمه الله فتوقف، فيستحون. لكن كلما ازداد علم الإنسان علم أن العلم بحر، أتظن المسائل بهذه السهولة، وتخطئ من تشاء وتبدع من تشاء وأنت لا تعرف حتى قواعد وأصول الفقه أصلا لا تعلمها. صعب من يحكم على الناس بالبدع وهو لا يدرس ولم يدرس أصول الفقه أو القواعد الفقهية، ترى مشكلة مشكلة. أنت قد تعلم أن هذا الأمر بدعة فتجتنبها، وقد غيرك يرى أنها ليست في بدعة فيفعلها. حتى في البدع، نعم في البدع يختلف العلماء. حتى أذكر سألت بعض الإخوة، هذا ترى من صفاء النفوس ومن تواضع الإنسان ومن علمه بحاله وبعظم العلم أن يقف أحيانا عن الحكم على الناس. يا أخي خفف شوي، ما تركت أحد إلا وحكمت عليه، خفف عن الناس حكمك. قلت لهم المسبحة تسبح فيها إيش؟ قالوا بدعة. قلت صح، هذا قول بعض العلماء، لكن من سبح يرى أنها ليست في بدعة. لا بدعة. قلت الشيخ بن عثيمين يرى أنها ليست في بدعة. سكت. قلت ليش تتعصبون للشيخ؟ هو شيخي نعم، لكن عرف أن العلم باب واسع، ما تظنه حق يوم من الأيام قد تراه خطأ، وما ترى أنها سنة بعد فترة قد ترى تضح أنها ليست بسنة، وما تراه صوابا قد تراه غدا خطأ. وكلما تطور الإنسان في العلم تراجع عن كثير مما يقتنع به، العلم ما يقف عند حد. حتى قال الإمام الشافعي ومن مثل الشافعي في العلم، قال كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. يا الله شوف التواضع، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. هذه النفس تربى على هذا. لكن المشكلة أننا اليوم تجد أناس، انظر لتواضع ليس فقط في العلم، حتى بالعمل، حتى بالخدمة، خدمة الناس. عمر بن الخطاب كان يعس يتجول في المدينة، أمير المؤمنين هو الخليفة، رجل من مثل عمر، تهابه ملوك فارس والروم، ويعس في المدينة يتفقد أحوال المسلمين والرعية. فرأى من بعيد نار، فاقترب من النار فإذا امرأة عجوز جالسة عند نار عليها قدر، والقدر فيها ماء، ووضعت في الماء حجرا، والأطفال عندها يبكون من شدة الجوع، أطفال يبكون وجالسة في الصحراء. تخيلت المنظر. فسلم عليها عمر
قال: ما هذا الذي تصنعين؟ ما هذا؟ ما هذه القدر؟ وما هذه النار؟ ومن؟ لما تصنعين هذا؟ قالت: أطفالي جياع ولا أملك ما أطعمهم به. قال: وما تصنعين بالقدر؟ قالت: فيها ماء وحجر أعلل أطفالي، أقنعهم بأن هناك طعام حتى يناموا، أصبرهم بهذه القدر. حزن عمر بن الخطاب فقالت له، وهي لا تعرف عمر، قالت: والله لئن وقفت بين يدي الله يوم القيامة لو خاصمن عمر بن الخطاب. وما تدري اللي أمامها عمر. خاف عمر، ما هددها. قال: ولما؟ وما شأن عمر؟ قالت: إنه أمير المؤمنين ولم ينظر لحالنا. قال: وما أدرى أمير المؤمنين عنك يا أمة الله؟ اجدرى. قالت: يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عني، لأخاصمنه عند الله. خلاص يتحمل، صار ولي الأمر لازم يتحملنا كلنا، ولا ليش يصير ولي الأمر؟ فإذا بعمر، شوف الرجل هذب نفسه وربى نفسه على طاعة الله، ومعه مولاه أسلم. قال: تعال معي. أين؟ قال: إلى بيت المال. فذهب مخزن، فدخل إلى بيت المال معه أسلم مولاه خادمه. قال: احمل هذا الكيس، كيس من طحين من دقيق. قال: احمله. قال: أين؟ قال: على ظهري. قال: ولمن؟ قال: احمله على ظهري، أذهب به إلى المرأة. قال: لا يا أمير المؤمنين، أنا أحمله، أنا الخادم، أنا أحمله عنك. قال: بل احمله على ظهري. قال: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فنظر عمر إليه، قال: أو تحمل عني وزري يوم القيامة؟ تحمل آثامي؟ احمل الآن الطحين. سكت. يقول: فحملته على ظهره، وركض عمر يركض إلى المرأة. يقول: فأخذ الطحين وخلطه بالماء، فعجن العجين وأخذ يصنع لهم الطعام بنفسه. يقول: فلما صنع الطعام ذهب من بعيد وأخذ ينظر إليهم وتدمع عيناه. يقول: فنظرت إلى عمر يبكي، قلت له: يا أمير المؤمنين، نرجع إلى البيت خلاص؟ قال: والله لا أرجع حتى أراهم يشبعون كما رأيتهم يجوعون. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أين التراحم؟ أين التعاطف؟ أين التكافل الاجتماعي؟ إحنا مشكلة نفوسنا أحيانا ما تعلمت على أن المسلم للمسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لازم نتعود، نتعود أخي مهما كان، بما أنه مؤمن إنما المؤمنون إخوة. قال لي: بس يا شيخ، عنده أخطاء. مؤمن ولا كافر؟ مؤمن بس عنده أخطاء. إنما المؤمنون إخوة. شيخ عنده بعض البدع. مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. قصبا عليك أخوك، وأصلح بين أخويكم. شيخ بس قل ما تقول، لكن يبقى المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حتى لا أطيل عليكم، وربما أخذت أيضا وقت كثير، وأنا أظن أني أجهدت من الصباح إلى الآن، وجئت بطائرة من البارحة، لكن يكفينا هذه الإشارات. كل منا ينظر إلى نفسه ويربيها على طاعة الله عز وجل. كل العبادات تربية للنفوس، تواضعك مع الناس تربية للنفس. دائما دائما خاطب نفسك بأن كل المؤمنين خير منك. كان بعض الصالحين إذا خرج من بيته يقول: كل الناس خير منك يا فلان، إن رأيت أكبر منك سنا قل: هذا أطاع الله أكثر مني، إن رأيت أصغر منك سنا قل: هذا عصى الله أقل مني. واتهم نفسك دوما وقل: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، وقل دوما: ربي تقبل، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، وأن يزكي نفوسنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل هذا القول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ نبي العوضي على هذه الكلمات المباركة التي في الحقيقة نورت الوجوه وأثلجت الصدور.
في الحقيقة الكلام عن مفاتيح تربية النفس وبناؤها كلام مطول ولا يمكن حصره في مثل هذه الوقت. فضيلة الشيخ، وردتنا مجموعة من الأسئلة، منها ما هو في يعني يخص الموضوع، ومنها ما هو خارج الموضوع، لكن أكتفي ببعض الأسئلة فقط نظرا يعني لضيق الوقت. السؤال الأول يقول: ما هو الفرق بين النفس والروح، وما هي الصلة التي تربط النفس بالروح، وما المقصود بالروح الشريرة؟ وشكرا. ما عندنا احنا روح شريرة وروح خيرة وهذه الكلمات. الروح كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إن كانت روح الإنسان المؤمن فتخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، والعكس بالعكس، فإما روح أهل الإيمان وإما روح أهل الكفر والنفاق. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والأرواح أحيانا كما قال عليه الصلاة والسلام: جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأحيانا والإمام ابن القيم يعني ألف كتابا كاملا بل كتبا تكلم فيه عن الروح وحقيقة الروح، ومهما تكلمنا لن نعرف حقيقة الروح، يعني كنه الروح نفسها. جاءتنا بعض الأحاديث، نعم، جاءتنا بعض الآيات، نعم، لكن تبقى الروح وكنهها وطبيعتها لا تستطيع تفسيرها، من الأمور الغيبية التي يصعب تفسيرها. ولهذا الله عز وجل ذكر النفس أحيانا يقصد به الروح، وأحيانا تذكر الروح يقصد بها النفس، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيتوفى النفس وقت النوم. طيب كيف تخرج النفس ولا زال الجسد ينبض ولا زالت الروح موجودة؟ فهذه من الأمور التي ربما يصعب ويحتار العقل في تفسيرها، كما قال الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن الواجب عندنا في الروح وقضية النفس تربيتها وتزكيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا يهمنا طبيعة الروح، وإذا قطع، مثل بعض الفلاسفة يتكلمون، إذا قطع العضو يبقى الروح في هذا العضو ولا لا تبقى الروح في هذا العضو، وهل النفس إذا غيبت وقت المنام تخرج خروجا كليا أو لا تخرج خروجا كليا، وهل الأرواح التي توفاها الله عز وجل أرواح الشهداء في الجنة، لكن هل ترجع إلى أجسادها ولا ما ترجع إلى أجسادها؟ هذا كلام قد يختلف فيه حتى يعني أهل السنة والجماعة يختلفون فيها، لكن لا تهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا ما هو المطلوب، ما العمل المطلوب؟ تزكية النفس وتطيب الروح حتى لا تخرج إلا كما جاء في الحديث: كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. ولا تهتمل الجسد وتنسى النفس. كم من الناس من يهتم بظاهره وينسى مخبره، يهتم أو ينسى جوهره، يهتم بالمخبر وينسى الجوهر. ولهذا أنا أذكر بعض الإخوة يعني كان ملتزم وملتحي ومطلق اللحية، يعني نستطرد عن في السؤال، ما شاء الله عليه كان رجلا ملتزما، فجأة ترك حتى الصلاة وترك الالتزام كله، انتكس، مع أنه كان، تعرف ما السبب؟ لا تظن أن الأمر أتى فجأة، لا، هذا الرجل حافظ على ظاهره لكنه في الداخل كان الإيمان ينخر فيه نخرا، وكان الشيطان يعني استحكم قلبه وترك ظاهره، لأنه لو بدأ بظاهره لنصحه من حوله وتداركوه، فبدأ بالداخل بالنفس وبالقلب وبالروح، نخر فيها الشيطان حتى صار أجوف، التزام أجوف، ماكو شيء، لن تبقى إلا اللحية والثوب القصير والمسواك، وهذا يعني فتنة صغيرة هدم وتكسر هذا التمثال العظيم. والسبب أنه اهتم بالظاهر، اهتم بالظاهر، لكن قبل هذا اهتم بالباطن، اجمع الشيئين، لأن هذا يؤثر على هذا وهذا يؤثر على هذا. ولهذا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: لو لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الظاهر يؤثر على الباطن، لكن الباطن هو العبرة، إلا أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. احرص عليها. لا يهمنا ما الفرق بين النفس والروح. أنا أدري أن في كلام كثير عند الفلاسفة وأهل الكلام وحتى علماء المسلمين عندهم تفسيرات أحيانا يختلفون فيها، لكن ما يهمنا ما جاء بالقرآن والسنة فقط، نقف عندها. جزاكم الله خير. سؤال ثاني يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا،
لا شك أن الجميع تأثر بهذه الموعظة، ولكن المشكلة أنه بعد خروجنا من المسجد ننسى كل ما سمعناه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. سؤالي، ما هو الحل لهذه المشكلة وجزاكم الله؟ إذا كنت تنسى كل ما سمعته مشكلة، على الأقل خذ 1%، لا تقول كل ما سمعته لأنها فعلا تكون مشكلة. صح، لا تكون كما تكون هنا في البيت، أكيد الإيمان يزيد وينقص، هذه طبيعة الناس وهذه عقيدة أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص. حتى الصحابة خافوا النفاق من هذا الأمر، قال نافق حنظلة، ووافقه أبو بكر لما لقيه بالطريق، فذهب إلى النبي يشتكيان، فقال لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فيها إشارة أن الإنسان يحبذ أن يكون في البيت كما يكون في المسجد. حلقات الذكر والعلم أيضا نعملها في البيت. إحنا اليوم عندنا مشكلة أن بعض الآباء يأتي إلى المساجد وغيره وناسي أولاده، أو يأتي إلى حلق العلم وناسي زوجته. لا، لو كنتم كما تكونون عندي وصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني هذا فضل عظيم. ليش لا مثل هذا المجلس ننقل إلى بيوتنا ولو في الأسبوع مرة؟ لما لا نخرج من هذا المجلس عندنا مثلا جزئية واحدة نحافظ عليها؟ خلاص أنا بعد هذا المجلس ما أقدر أسوي كل اللي قاله الشيخ وأقوم الليل وأصوم النهار، لا، إن شاء الله من اليوم فصاعدا عندي حزب أقرأ من القرآن مثلا كل يوم، أو كل يوم عندي بين المغرب والعشاء، أو آتي قبل المغرب ساعة أجلس في المسجد أنا مع أصحابي وإخواني، شيء واحد أتمسك فيه. أنا ما أقدر، لا، أنا أبي أصوم كل يوم، كل أسبوع يوم خميس أو اثنين، جيد. آخر يقول لا، أنا ما أقدر على هذه وهذه، أنا قبل ما أنام سوف أقوم الليل من اليوم إن شاء الله ركعتين ثم الوتر، جيد. أمسك شيء، حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لو تستمر على عمل صغير بعد هذا المجلس أنت على خير، أنت من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن ترمي كل الكلام وراء ظهرك مشكلة، حاول أن تستمر ولو بالقليل إن شاء الله. جزاكم الله خير. سؤال آخر وردنا من أخت ملتزمة، تقول لدي سؤال يتعلق بالرقية الشرعية لو سمحت. أنا أخت ملتزمة والحمد لله على طريق السلف الصالح، فأنا أساعد الأخوات للرقية الشرعية، لكن أهلي يرفضون هذا السبب لأنهم خائفون علي على أن يمسني شيء من هذا القبيل. فسؤالها تقول هل أستمر في هذا العمل مع العلم أن هؤلاء الأخوات لا يوجد لديهن أحد للمساعدة في هذا الشأن؟ وإذا كان الجواب فضيلتكم بلا، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ مشكلة الرقية الشرعية مشكلة كبيرة جدا، والعلماء للأسف إلى الآن أنا أقولها صراحة ما قالوا قولا فصلا فيها. ما يحدث في الأمة اليوم اختلط فيه الحق بالباطل. الأصل بالرقية الشرعية أن الإنسان إذا أصيب بمرض يدعو الله عز وجل أن يشفيه، والأحاديث الواردة في الدعاء المريض موجودة، اللهم رب الناس أذهب البأس، يدعو الإنسان أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، كلها واردة. يقرأ القرآن لأن القرآن فيه شفاء، فيقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما تحتاج إلى واسطة. لكن اليوم الناس جعلوا الرقية الشرعية مختصة بأفراد. انتبه، لا تأخذ كلامي وتحكم عليه في البداية، خل أكمل. جعل الرقية الشرعية تختص بأشخاص، لا نستطيع أن نعالج المريض إلا فلان وفلان وفلان هو إذا قرأ عليه. ولو رأيت الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونحن نقول منهج السلف، ما كان عندهم أشخاص مختصين بالرقية، كان كل إنسان يرقي نفسه ما استطاع، زوجته ترقي، هو يرقي زوجته، يرقي أبناءه، هكذا من حوله، لقرباية، يستحيل العائلة كلها ما فيها رجل يعرف يقرأ القرآن. الشيخ بن باز رحمه الله جاءه رجل قال يا شيخ أنا عندي ولد مريض أريدك أن تقرأ عليه. قال أنت أبوه اقرأ عليه. قال ما أعرف يا شيخ. قال تحفظ قل الله واحد؟ قال نعم. قال اقرأ عليه بس خلاص، تحفظ الفاتحة شافية، اقرأ عليه ما تحتاج أكثر من هذا. صعبنا الأمور حتى صار القراءة على أي مريض، رقية الإنسان لنفسه صارت الآن من الأمور الصعبة التي لا يفقه فنها إلا أناس متخصصون، وتلاعبت بنا الأهواء، وصار بعض الناس يستغل حاجة الناس إليه
بطلب مبالغ ضخمة وصارت تجارة رابحة. كل من لا يستطيع أن يعمل صر راقي وصر تاجر ثري. في أحد الأحياء كان رجل هناك رجل حلاق يحلق الشعر، خسر في تجارته، ما حد في عمله، ما حد يأتي، مورد قليل. يقول أغلق المحل، بعد أيام فتح المحل رقية شرعية. قالوا لا لما؟ قال هذه مربحة أكثر. أنا ما أقول للجميع هكذا، لا، بعض الناس مخلصون، وأعرف بعض الناس لو تعرض عليه مال ما يقبله إلا بصعوبة، جزاه الله خير، يعني هذا ما فعلها لأجل المال، لكن أن نعطيه على قدر فعله وتفرغه قد يقبل، هذا لا بأس به. لكن بعض الناس يجعل زجاجة الماء، كم تباع عندكم بالأسواق؟ كم؟ 50 سنت، يعني نصف يورو ولا نصف يورو. تخيل لو واحد ينفذ فيه نفة يقلبها إلى 3 يورو 4 يورو، وبعضهم 5 يورو، يعني كم؟ 500% أرباح، بل 1000% أصلا. تخيل، ليش؟ لأجل أن نفخت فيها. أنا أذكر أحد بيوت الرقية الشرعية، وشوية ندخل فيها بعض الحقائق، شر البليت ما يضحك والله. أنا دخلت على بيوت كثيرة في الخليج، ما أعرف عن وضعكم كثير في بريطانيا أعرف، لكن في الخليج دخلت بيوت كثيرة وناقشت كثير من الرقاة. هناك مخلصون قلة في العمل في الساحة، الذين يساعدون من لا يفهم في الرقية، يعلمونه حتى يقرأ عليه، يقول له خلاص أنت اقرأ على نفسك، لا يستغل حاجة الناس. دخلت إلى بيوت، بيت في زجاجات ماء الصحة، هذا كراتين في الغرفة، كراتين كل كرتون فيه 12 زجاجة، والعامل يفتح الزجاجات هذه يمكن 50-60 كرتون، تخيل كل كرتون 12 زجاجة في غرفة كبيرة. تبي تقرأ على هذه الزجاجات يحتاج إلى أيام حتى تقرأ عليها كل زجاجة. هو شو يسوي؟ يدخل على الغرفة، والله يدخل على الغرفة اضرب 12 زجاجة في 50 كرتون، كم العدد؟ كل زجاجة تنقلب إلى 3-4 يورو. ما شاء الله، تجارة هذه، نفخة جبريل هذه، مو إيش هذه النفخة التي قلبت؟ تضحكون يا أخوان، والله وصل ضعف العقل في بعض الناس إلى أنه يصدق أن هذه النفخة قلبت هذه الزجاجات إلى دواء شافي. يا أخي اتقوا الله في أنفسكم، يعني حتى من قال بالقراءة بالماء ما قال بهذه الصورة، هذا ضحك على الأذقان ولعب بالدين. ناهيك عما تعرضت له بعض الأخوات من اعتداء على الأعراض وانتهاك للحرمات أنا ما أتهم أبدا، الصالح صالح والمخلص مخلص، والله يعلم المفسد من المصلح. لكن أنا نصيحة، حاولوا هذا الأمر ينتشر كل الناس، كل واحد يذهب إلى مريض يقرأ عليه، يدعو له، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك 7 مرات، كل إنسان يزور مريضا يدعو له ويرقي، هذه الرقية. لا نجعل بيوت متخصصة وغيرها. فأختي الفاضلة، نعيد الساعة، إذا كان أهلك أجبروك أو يسبب هذا الأمر عقوق والدين مثلا، فبر الوالدين أولى وأوجب، وإن شاء الله يجدنا من يتكفل إن شاء الله بمساعدتهن، والله عز وجل يشفي كل مريض. حتى قال لي بعض الإخوة، قال لي إذا سكرنا هذه البيوت ينتشر السحرة. قلت هذا ليس بعذر، السحرة ينتشرون مع وجودكم، وبعض من سموا بالرقاة الشرعيين الآن يتعاملون بالدجل، ووصلوا إلى الشعوذة، وبعضهم الآن عند الجن يتعامل معهم، وعندهم فتاوى باستعانة بالجن الصالح، كل واحد حاط له جنيين 3، والله لعب بالدين. لكنها كما يقولون على السنة، يتعامل مع الجن لكن على السنة، وفتاوى عندهم. يا أخي دعوا الناس، يعني من كما قال عليه الصلاة والسلام، يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا جعل له دواء، هذا من الدين. إنسان مريض، ثم أكثر الآن ما يسمونه سحرا ومسا، السحر موجود طبعا والمس موجود، لكن أكثر ما يدعون أنه سحر ومس ليس سحرا ولا مسا. أنا ما أبي أقول لك نسبة تتهمني، لكن أنا أتوقع فوق 90% ممن يقال لهم أنهم مسحورون ومنسوسون ما فيهم لا مس ولا سحر، أمراض نفسية، وبعضها في الأعصاب، وبعضها اكتشف علاجها أو شخص المرض لكن بعد سنوات من الضرب ضربوه حتى قال بس.
شاب صغير مسكين من الناس الذين مررت بتجربتهم، كان عمره 12-13 سنة يصرع بدون سبب، فجأة يصرع ويزبد وكل ما ودوه عند راقي قالوا هذا مسحور، فأجمع الرقاة أنه مسحور، كان يضربونه، واللي عنده علاج واللي يجمع الجني الحين في أصبع ويربط بخيط ويجيب دبوس بسم الله الله أكبر ويقتل الجني. يعني أنا أقول لي هؤلاء الناس أكبروا شوي بالعقول. لا، وإذا خلاص قتلنا الجني بعد أيام رجع شيخ، رجع مرة ثانية، لا هذا جني ثاني، هذا مضحك لكن هذا موجود، هذا واقع الأمة ترى. فهذا الصبي مسكين ضرب وضرب، يقول لي أخوه الكبير اللي كان يوديه للقراء، يقول يوم من الأيام كنت في الرياض وطاح أخوي، ما كنت أعرف الرقاة، وديت المستشفى على الأقل يعطونا شيء يهديه. يقول دخلت في المستشفى وكان هناك طبيب كندي، دخلنا المستشفى طوارئ ومصروع الولد متشنج، يقول الطبيب الكندي أخذ يفحصه، يقول أنا دريت أن هذا وينه ما يفهم السحر، شو أقول له؟ أقول له مسحور؟ قلت له بس أعطوه شيء يهديه. يقول أخذ يعمل عليه فحوصات، ثم جاءني قال لي أخوك هذا، قلت له من زمان، يقول أخذ يسألني وأنا مالي خلق يعني هذا مسحور الولد، خل نطلع بس شتفهم واحد كندي أنه مسحور. يقول آخر شيء قال لي أخذ أدوية، قلت له نعم، إيش الأدوية؟ قلت هذا في مرض السكر ويأخذ أنسولين إبرة، بالوراثة هو مريض من صغره يأخذ إبرة يومية. يقول فأخذ الدواء وعرف كم الجرعة، يقول من وصف لكم؟ قلت له طبيب قديم هذا وصف لنا، قال هذه الجرعة التي أخذها أخوك زائدة وهي التي تسبب له هذا التشنج والصرع. قلت له بعدين؟ هذا من سنوات الحين. يقول بس غير الجرعة راح الصرع كله. قلت الحمد لله نفك السحر. كان نفك السحر، نحن نؤمن أن هناك سحر أكيد الله ذكره في القرآن ما في شك، لكن ليش تصورون لكل إنسان أن مسحور ممسوس؟ غلط، عيش الناس في أوهام وأحلام. فأنا أختي الفاضلة أنصحها إذا أهلك ليسوا براضين خلاص استمعي كلام الأهل، والمرأة في النهاية يعني أهل بيتها هم أولى بها، وقد يخافون عليها ليس فقط للجن أو غيره، هناك أمور أخرى قد يتفهمها وقد لا تفهمها. فأنا نصيحتي لهذه الأخت إذا ما استطعت أن تقنع أهلها تكون على رأي أهلها أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. في بعض الأسئلة يعني نلخصها في يقول السائل حول يعني جمع الصلاة المغرب والعشاء يعني لمدة أسابيع بدون سبب، فما حكم الشرع في ذلك؟ أما المسافر فإنه يجوز له الجمع، ويجوز الجمع أيضا حال نزول المطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن أظن السائل يقصد إذا تأخر وقت المغرب مثل الأيام القادمة أو الشهور القادمة، قد يصير بين المغرب والفجر ساعات قليلة، والعشاء بين المغرب والفجر الليل يعني قصير جدا، فلا يكون هناك وقت حتى الإنسان ينام أو يرتاح لصلاة الفجر، خصوصا للإخوة الذين وراهم أعمال في الصباح الباكر قد لا يستطيع أن يسهر إلى صلاة العشاء. بل إن صلاة العشاء أصلا الأصل فيها التأخير، لكن لولا المشقة قال إنه لوقتها لولا نشق على أمتي، إذن عذر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تأخير صلاة العشاء المشقة على الأمة، ولما جمع بين الظهر والعصر لم يكن هناك عذر. قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر، يعني ما كان في عذر. ليش جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، إذا في حرج أن يلجأ للجمع. فكل إنسان أدرى بنفسه، كان عنده أعمال شاقة في الصباح وإن كان ما يستطيع أن يلتزم، عنده دراسة مثلا وعنده كذا ولا يستطيع أن يسر للساعة 12 أو غيره، هذا يجوز له الجمع كما جاء في فتوى الشيخ بن عثيمين، موجود عندكم أظن، الشيخ بن عثيمين رحمه الله أفتى لهم. لكن مثل ما قال لي بعض الإخوة، يقول بعض الناس ما عنده شغل وجالس وسهران، هو جالس في قهوة ولا أمام التلفاز ولا هو سهران، فهذا يصلي الصلاة بوقتها يخرج من الخلاف أفضل. فالإنسان أدرى بنفسه، ولا ينكر بعضنا على بعض، هكذا في المسائل الخلافية لا ينكر بعضنا على بعض، هذا يجمع وهذا لا يجمع، وهذا على خير وهذا على خير. الصحابة تركوا صلاة العصر حتى غربت الشمس، هذا ما فيها جمع، صلاة نهارية صليت بالليل، بعضهم صلاها في النهار وبعضهم صلاها في الليل، لا أنكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. طيب منو على حق؟ أقر النبي الطرفين، شفت فهم واجتهاد. فأنا لا أريد بعض المسائل مثل هذه، أنا في بريطانيا مرة كنت مع بعض الأخوة كادوا أن يقتتلوا على هذه المسألة،
يا أخي أنت أجمع وأنت لا تجمع، كل واحد قلب سليم على الثاني في النهاية. تبقى هذه مسائل خلافية واجتهادية والظروف تحكم فيها، بل إن بعض البلاد الشفق ما يغيب أصلا، حتى الفجر ما يغيب، يعني ما يصلون العشاء، لهم أحكامهم. ففي فتاوى لا تجيز وفي فتاوى تجيز، والإنسان ينظر إلى نفسه، ولا حرج في الدين إذا أصابه الإنسان مشقة فالمشقة تجلب التيسير. نعم، جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول: شيخ، ما حكم التصاوير الشمسية في الشريعة علما أنها توضع في ألبوم ولا تلصق على الجدران؟ أنا ما كان بودي أن أجيب على الأسئلة الفقهية مثل هذه، لأنها تتكرر الأسئلة فيها، والإنسان ربما سمع فتاوى كثيرة في هذه المواضيع، وربما قرأ كتبا، فكثرة السؤال في نفس الموضوع ربما لا تجعل للمجلس أحيانا فائدة، إلا أن المقدم جزاه الله خيرا لاضطراره لكثرة الأسئلة في هذه المواضيع. صور فوتوغرافية أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها أظنه يعني مشتهر، وتعرفون من يقول بهذا ومن لا يقول بهذا، منهم من يمنع التصوير الفوتوغرافي نهائيا، ومنهم من يجيزه أيضا مطلقا. فالمسألة حسب الحاجة، إن وجد الإنسان لهذه الصور حاجة دعوية مثلا، حاجة شرعية مثلا، حاجة علمية مثلا، فإن هذا لا حرج إن شاء الله. بل بعض أهل العلم يرى حتى إن لم تكن حاجة أصلا، لأنها ليست الصورة المنهية عنها في الأحاديث، فهذه ليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. المضاهاة التشبه وحكاية أو محاكاة خلق الله عز وجل، مثل الإنسان الذي يمثل تمثالا يقلد خلق الله عز وجل، وقيل يدخل فيه الراسم الذي يرسم، لكن من الذي يصور بالكاميرات الفوتوغرافية خاصة الآن الديجيتال الموجود، هذا لا يضاهي خلق الله عز وجل بشيء. هذه الصورة هي الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، فقط الصورة تعكس في هذه الورقة أو تعكس في هذه الذاكرة أو على شاشة الكمبيوتر، ليس فيها أي مضاهاة لخلق الله عز وجل. من أجازها لهذه الأسباب ومن منعها يعني سدا للذريعة لتلك الأسباب، أيضا هذه المسألة إن شاء الله واسعة، والخلاف فيها مستساغ يعني، ولا إنكار في هذه المسائل. من رأى أنها لا تجوز لا يصور ولا يحتفظ بها، ومن رأى أنها جائزة واحتفظ بها فلا حرج إن شاء الله، مسألة فيها واسعة، وأنا أرجو ألا نتوقف عند مثل هذه المسائل، دعونا ننطلق لما هو أكبر. الآن المسلمين يعانون، أبناؤهم خاصة أنتم في هذه البلاد، أبناؤهم الواحد عنده صديقة وعندها صديق، أبناؤهم يعملون في بارات، أبناؤهم ما يصلون الصلوات، هذه مسائل لا خلاف فيها. نتكلم عن هذه المسائل يا أخوة لأنها هي المصيبة والكارثة اليوم. هنا عندنا في الخليج، مو عندكم، عندنا في الخليج. أنا أقول حق بعض الأخوة عندنا الآن شباب تحولوا بنات، تحول كامل، حول حتى العضو أزاله وتحول. هذه مصيبتنا اليوم، مصيبتنا أناس مسخ موجودون الآن بيننا في الخليج كله. هل يصح في مثل هذا الجو الذي الآن يغذى في الشذوذ، بالشذوذ الجنسي والإباحية والعولمة الإعلامية، هل يصح أن نشغل كل وقتنا، لا بأس نتناقش في جزء قليل من الوقت، لكن نشغل كل الوقت في مسائل مثل هذه وننسى الطوام التي تحل في مجتمعنا؟ مثل إنسان في بيته العدو يتربص ووصل للباب وبدأ يكسر النافذة ليدخل عليه، ولا زال يختلف مع أخيه في البيت مثلا على الطعام حار أو بارد، أو يا أخي العدو دخل وكسر بابك، انتهى الوقت. نعم، أظن في محاضرة ثانية نقف إن شاء الله عند هذا الحد، لكن أطلب طلبا يا أخو، أنا أحس أنني مجهد جدا من الطائرة، وأنا أعرف المحبة التي في وجوهكم وعيونكم، وأعرف ما تنوون به بعد المحاضرة، وأصدقكم القول المحبة متبادلة والشعور متبادل، وإن شاء الله يكفي دعائي لكم ودعائكم لي بظهر الغيب. وكما جمعنا الله عز وجل في هذا المكان، أسأله أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.